معايا لف الجلاش طبعا نوعها حلو كده وكويسه. هنحتاج بقى ايه؟ خليط كده ما بين السمنه والزيت علشان ضروري ندهن كل رق جلاش فوق بعض، ده بيفرق جدا في تسويه الجلاش ما تلاقيهوش ني وفي نفس الوقت يعمل قرمشه وطعم حلو، فضروري تدهني خصوصا الحواف كمان بتاعه الجلاش. تمام، هنحتاج بيضه وكوبايه لبن، ده في الاخر خالص قبل ما ندخله الفرن. طب بالنسبه للحشوه بقى، طبعا انتوا عارفين الحشوه دي اللي انتوا عايزين تحطوه حطوه. انا محضره معايا بسطرمه متقطعه مكعبات، معايا فلفل الوان، معايا زيتون شرايح، جبنه موتزاريلا، جبنه رومي مبشوره. انتوا عايزين تضيفوا اي حاجه تانية هتنفع، طبعا لحمه مفرومه، حتت من الفراخ المسلوقه او الفراخ المشويه، ولو اني لو مسلوقه افضل ان انت تشوحيها مع بصلايه الاول قبل ما تضيفيها مع الحشوه، هتبقى حلوه جدا. عايزين تحطوا بس فلفل الوان وجبن بس، هتبقى برضو ظريفه جدا زي ما انتوا عايزين. الحشوه دي بتاعتكم وبس، خلاص وصفه سهله قوي قوي قوي، ان شاء الله تجربوها. انا عايزه اجيب القرمه بتاعه العجين هنا كده جنبي، هجيب صينيه، انا هعملها في صينيه كبيره كده حلوه على قد ورقه الجلاش. هجيبها هنا كده معايا صينيه فرن كده كبيره ظريفه، واول حاجه ضروري نعملها ان احنا ندهن زي ما اتفقنا بالخليط الاول ما بين السمنه والزيت. لو عايزين تعملوه كله بالزيت هينفع برده مفيش مشكله. انا هدهن كده، هنحط ورقه هنا اهو، ورقه الجلاش الحلوه دي. انا عايزه بس كده هنا اهو كده اهو، نتنيها كده من الجناب بالشكل ده كده وندهن اهو. زي ما بقول لكم ان انت تدهنيها بتفرق جدا، وخصوصا الاطراف بتفرق في التسويه. مش اوقات وانتوا بتاكلوا الجلاش كده تلاقوه من جوه زي ما يكون ني كده، لسه لونه ابيض مش مستوي، ده بسبب ايه؟ حاجتين، اول حاجه ان هو ما اتدهنش كويس، تاني حاجه الخلطه اللي احنا بنحطها عليه في الاخر اللي هي البيضه المضروبه معاها كوبايه لبن لازم تتوزع كويس قوي. هي بس الحاجتين دول هنا كده اهو، نتني بس كده اي زيادات لجوه هنا كده، دهنا بقى وبعدين نحط الحشوه. زي ما اتفقنا الحشوه معايا فلفل الوان، معايا بسطرمه، معايا جبن، انتوا تقدروا برضو تحطوا اللي انتوا عاوزينه. الجلاش ده من الاكلات فعلا اللي الواحد فجاه لما يبقى زهقان من كتر يعني اكل معين كده وخلاص زهق عايز يجدد، صينيه جلاش. طب عليكي ناس فجاه وعندك شويه اكل عايزه تعملي طبق جانبي كده يسد معاهم، الجلاش. راجعه متاخره من بره وعايزه برضو تعملي حاجه بسرعه والعيال يحبوها، هتلاقي بصي الاجابه الجلاش كده اهو، اسهل حاجه. ومعانا الفلفل الالوان اهو، معانا الزيتون بالشكل ده، والجبن، جبنه شيدر بقى، جبنه رومي زي ما انتوا عايزين، معانا كمان موتزاريلا، حط كده شويه من الموتزاريلا بالشكل ده، ونبتدي بقى ايه نغطيهم برضو بالجلاش اهو، وندهنها برضو نفس الحكايه نفس الموضوع كده هنا، ونتني تقريبا لما تعملي مثلا اربع رقات من الجلاش من فوق واربع رقات من الجلاش من تحت، ده هيبقى كميه حلوه قوي، هتطلع لك يعني ايه جلاش ظريف زي ما اتفقنا كده على الاطراف وفي النص. نحط بقى، تفضلي كده تحطي، وفي اخر واحده خالص فوق هنتني. طبعا انا ايه، انا عشان الوقت بس، انتوا كده كده لازم تحطوا زي ما اتفقنا مثلا ثلاث رقات او اربع رقات، اخر رق فوق بقى بنتنيه لجوه مش لبره علشان نحافظ على شكل الصينيه، يبقى شكلها حلو. وبرده كده ايه ندهنها بالخليط بتاع السمنه والزيت، ويكون معاكي سكينه لازم تقطعيها الاول قبل ما ندخلها الفرن، ونكون مسخنين الفرن على درجه حراره 200 تمام، علشان بعد ما نقطع الجلاش عايزين ندخله الفرن 3 4 دقائق ونطلعه من الفرن نحط له خليط اللبن مع البيضه. فانا دلوقتي عايزه اقطعه،
مثلا كده مكعبات، او ممكن تعمليه في صينيه مدوره بقى مثلا براحتك خالص. اهو اقطع كده بالشكل الحلو ده كده كده مثلا، او تقطعيه اصغر من كده برضو براحتك زي ما انت عايزه كده بالشكل الحلو ده. بنعمل ايه بقى بحاله ده؟ انا هدخله الفرن، فرن سخن دقيقتين ثلاثة يا دوب، بس اخلط البيضة مع كوباية اللبن. تمام، عشان اوريكم ادخله هنا بس كده الدقيقتين دول، ماشي؟ حتى الفرن ايه مش راضي يقفل، عايزه ارجع لكم بسرعه. انا عايزه بس السخونيه بتاعه الفرن تفتح رقات الجلاش اللي احنا دهناها بالسمنه والزيت، عشان لما نحط البيضه المضروبه مع اللبن تدخل جواها. انا البيضه الحلوه دي اهو معايا، هحط لها ملح وفلفل، ملح وفلفل، وهناخد شوكه نخفقها كويس قوي 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 قوي، نقطة مهمة، وبعدين نحطها على كوباية اللبن ونخفق الكلام الحلو ده مع بعضه كده بس. ونجيب الصينية من الفرن ونسقيها بالخلطة الحلوة دي، وندخلها الفرن تاني تكمل تسوية في الرف اللي في النص، درجة حرارة 200، هتاخد لها تقريبا نص ساعة وهتلاقوها استوت. احنا لما دخلناها الفرن الاول فتحنا بالسخونية الرقات اللي ما بين الجلاش، هنحط بقى البيض باللبن المخفوق ده، فنلاقيه دخل في كل حتة وساعد ان الجلاش يستوي ويبقى خطير. واحنا عاملين صينية سمورة هتجيبها لكم حالا دلوقتي، خلصانة بقى وشكلها خطير جدا، تحفة وسهلة جدا جدا. جربوها ان شاء الله تاكلوها بالهنا والشفا، احلى صينية جلاش. ايوه خطيرة.